في رحلة اليوم سنذهب لنكتشف مكان جميل جدا يدعى غورج داتس نواحي ورزازان. سننطلق من مدينة مراكش نحو تيزنتيشكا ثم ورزازات ثم قلعة مجونة قبل الوصول إلى الوجهة المنشودة لا وهي غورج داتس. تابعونا سنعود بعد قليل. في الساعات الأولى ذهبت في رحلتي، كان علي أن أذهب إلى محطة الوقود لملء خزان ومراقبة ضغط العجلات. بعد ساعتين من قيادتي للدراجة النارية توقفت قليلا لأخذ وجبة الفطور، فانضمت إلي قطة جميلة أكلت نصف فطور قبل أن أنطلق للوجهة الأولى. الطريق كانت جميلة، وما يجعلها أجمل أكثر تلك الالتواءات الرائعة التي جعلتني أنسى التعب. فتوقفت لأراقبها، تبين أنه فقط هيئ لي، لم يكن هنالك داع للقلق. فأكملت طريقي نحو قمة تيزنتيشكا التي لم تكن بعيدة سوى بضعة كيلومترات. منعرجات تيزنتيشكا وتعني باللغة الأمازيغية ممر المراعي الجبلية، تعتبر من أخطر المنعرجات والتي لا زالت شاهدة على العشرات من الحوادث المميتة
التي أودت بحياة المئات من الأبرياء. ويصل ارتفاعها إلى 2300 متر بارتفاع قمم جبال الأطلس. بعد أن توقفنا قليلا واستمتعنا بالمناظر الطبيعية لتيزين تشيشكا، حان الوقت لكي نواصل الطريق نحو مدينة ورززات، حيث تبعد مدينة ورززات عن تيزين تشيشكا 90 كيلومتر تقريبا، حوالي ساعة ونصف من قيادة الدراجة النارية. الطريق لم تكن معبدة بشكل جيد، فقد أتعبت أسفل ظهري. وصلت إلى مدينة ورززات، قمت بجولة خفيفة، أخذت وجبة غدائية لكي أجدد طاقتي، ثم اتجهت نحو الوجهة التالية. تبعد مضايق الذات عن ورززات 140 كيلومترا تقريبا، ساعتين من السير على الطريق. الجو كان حارا جدا، والطريق كانت شبه صحراوية، حيث لا طائرا يطير ولا وحشا يسير. لو تعطلت دراجة النارية في هذا الخلاء لكنت وجبة خفيفة سهلة لفائدة التعابين والعقارب السامة التي كانت تملؤ المكان.
الطريق كانت جميلة، وما يجعلها أجمل أكثر تلك الالتواءات الرائعة التي جعلتني أنسى التعب. منعرجات تيسيترين، كلمة أمازيغية تطلق محليا على ممر أو درج ضيق أو منعرج بني بالأحجار، حيث صنفت من بين أجمل وأخطر الطرق في العالم. تقول الروايات أن هذه الطريق تم إنشاؤها من طرف فرقة عسكرية فرنسية، ولأن الحمار له الفضل في شق هذا الممر الجبلي، فإن أحد شيوخ المنطقة الضرفاء يعتبر أنه لولاه لبقي الناس إلى يومنا هذا ينتقلون على ظهر البغال. مضايق دادس هي سلسلة من الأودية الوعرة التي نحتها نهر دادس. ينبع النهر في جبال الأطلس الكبير، ويتدفق لحوالي 350 كيلومتر باتجاه الجنوب الغربي قبل الانضمام إلى وادي درعة على حافة الصحراء الكبرى. تعتبر مضايق دادس تحفة فنية نحتها الطبيعة، وهكذا أعزائي فقد وصلنا إلى نهاية الرحلة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.